اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من شي جديد. بدي رحب فيكم وبكل شخص انضم لنا بهيدي الحلقه، وبسرنا وبشرفني بهالحلقه تكون ضيفتي السيده فدوى الزيدي، الرئيسه التنفيذيه للعمليات في مبادره مناظره. اهلا وسهلا فيكي معنا. اهلا بيكي وشكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا، يعني تحيه لك ولكل اهل المغرب اليوم من لبنان، وتحيه لكم في لبنان وكل اللبنانيين. شكرا ست فدوى. اليوم هيك انا محمسه جدا لانه بدنا نخبر المشاهدين عن مبادره مناظرة. هالمبادرة الجميلة جدا بتكبر القلب بالوقت الحالي اللي عم نعيشه، الوقت الصعب للأسف من وضع اقتصادي واجتماعي ونفسي عم بعيشوه. فينا نقول بالعالم العربي هناك عديد من المشاكل، ولكن دايما الحصة الأكبر عم بتكون للبنان. فاليوم مشكورين على هيدي المبادرة مناظرة، والحلو للسنة رح يكون في عنا هيدي الحلقة مباشرة على الهواء. بدنا نقول لكل المشاهدين نهار الاثنين الساعة 9:30 يكونوا كتار عبر شاشة الان بي ان او تي في، التلفزيون الجديد تيلي ليبون، وتلفزيون جديد وتيلي ليبون، نعم. واذاعات كمان راح يكونوا معنا 100%. اي بدهم معنا حلقه، فقد ايه حلو. يعني انا حبيت سبق على هالموضوع لاقول شو حلو هالجمعه اليوم، وشو حلو هيدا البرنامج تاون هولز راح يكون عم بفوت على بيوت كل الناس عبر هالشاشات الكريمه اللي ذكرتها. فتحيه لكم. تحيه لك وشكرا كثير على الاستضافه. هو لبنان تاون هول بصراحة هو مبادرة للمؤسسات الإعلامية اللي كانت مشاركة معنا، وكمان لمنظمتنا لدعم صحافة الشأن العام. وهي المبادرة كتير حلوة. ليش؟ لأنه أول مرة حتكون حلقة حوارية حيبتوها مجموعة قنوات مؤسسات إعلامية بذات الوقت، وحتكون مباشرة، يعني مش مسجلة أو شيء، مباشرة، وحيشاركوا فيها شباب مع مسؤولين مع مختصين. فنوع جديد، نعم. من الحوار، نوع جديد من الحوار راح يكون في الإعلام اللبناني. حلو. والحلو أنه راح يكون في هيدا الأخذ والعطاء، خلينا نقول يعني الحوار جميل جدا بهالوقت، لأنه أمرار الأشخاص اللي بيعطوا فكرة أو كلمة أو خبرية بتعمل فرق كتير كبير. أكيد. وبالتالي إحنا بنحس في العالم العربي عامة جيل الشباب بيكون كأنه هيك مستثنى من كل الحوارات المسؤولة وكل الحوارات المهمة تبع البلدان تبعنا. فأنت لما تعطي فرصة كمان لجيل الشباب فكرة كتير حلوة، ولا تعطي فرصة لفئات مختلفة تتناقش بذات الحلقة. مثلا في كتير برامج بتضم بس الشباب، في كتير برامج بتضم بس المسؤولين، لكن برنامج بيضمهم على بعض وفي نفس الوقت بيتحاوروا مع بعض وبيتناقشوا. هاي مبادرة حلوة، وهي اللي بنحتاجه. إن بكل الدول العربية بتحتاج حوار بناء ومسؤول لتمشي لقدام أحسن. وهون في لبنان، لبنان تاون هول رح يطرح حوار بناء ومسؤول، ورح يخدم صحافة الشأن العام، ورح يكون عن جد عم يحكي عن وضع العام للبلد، وعم يتناقش بطريقة موضوعية وشفافة، وكتير الطريقة حتكون احترافية في النقاش. تمام. يعني قديش حلو هيدا الشيء، لأنه نحن اللبنانية بين بعض، والمشاهدين يمكن بيوافقونا على هالموضوع، بيقولوا بنحكي بنحكي وما حدا بيسمع. بعتقد بهيدا البرنامج رح يكونوا عم يحكوا وفي مين رح يسمع إن شاء الله. هيدا المهم، هذا هدف كبير من الموضوع، إنه أنت بتجمعي اللي بيحكي واللي بيسمع، بس بيتناقشوا سوا. بالضبط. مش بيحكوا فقط المسؤولين، مش بيحكوا فقط الشباب، بيحكوا سوا وبيتناقشوا سوا. لأنه أنت أي مشكل، أي دولة عندها مشاكل، لتتخطى المشاكل بدها حوار وطني. فالحوار ببلش من هون، بنبلش حوارات بين الشباب والمسؤولين، بنبني خطوة خطوة، بنعمل حوارات أكبر. صح. ويمكن نوصل على مناظرات انتخابية وعلى حوارات. حلو. وطنية أوسع. يعني في برنامج محضر يمكن لبعدين بأشياء كثيرة، بس خلينا نتمنى التوفيق للحلقة الأولى نهار الاثنين على الساعة 9:30 على الشاشات اللبنانية اللي ذكرناها ست فدوى. قبل ما أروح على الفيديو احضروا على المشاهدين اليوم مناظرة، هالمبادرة الجميلة جدا، منا التجربة الأولى ولا المولود الأول، يعني كان لها مسيرة جميلة جدا بالعالم العربي. منك رح أعرف البلدين، وأيضا خلينا هيك نشوف هالتجارب كيف كانت وقديه كانت ناجحة وعملت فرق. بالتأكيد إحنا مبادرة مناظرة تأسست ب 2012. نعم. تقريبا ب 2022 رح يصيرنا 10 سنوات. حلو. من العمل في الوطن العربي، واشتغلنا مناظرات قبل حتى لبنان. مش أول مرة بنعمل مناظرة في لبنان، هي ثالث مرة. نعم. لكن هلا المشروع لبناني لبناني. كنا بنعمل مناظرات بين الشباب العربي، وبنطرح قضايا عربية. نعم. وبيشاركوا فيها شباب من كل الدول العربية. أغلب يعني تقريبا 15 دولة عربية. عملنا مناظرات في المغرب، في تونس، في الأردن. حلو. في لبنان،
عملنا في اليمن ب 2013 وعملنا في اسطنبول لما كان المواضيع لها علاقة بالشأن السوري. فاشتغلنا تقريبا في كذا بلد وعملنا انتاج هالمناظرات في كذا بلد. التدريب تبع الشباب والشباب اللي بيشاركوا معنا من كل البلدان العربية كلهم، مش فقط اللي عملنا فيهم المناظرات من الجزائر، من مصر، من ليبيا، من العراق، من الكويت، من فلسطين، من لبنان. فعندنا شباب كتير، تقريبا أكثر من 11 ألف شاب تم تدريبه حاليا في خلال هالعشر سنوات من البلدان العربية. وعملنا برامج أكبر، مثلا عملنا المناظرات الانتخابية 2019، عملنا المناظرات، نظمنا المناظرات الانتخابية في تونس، مناظرات الانتخابية التشريعية والرئاسية، كانت أول مناظرات انتخابية عربية. قد ايه عملت فرق بالمجتمع؟ يعني عملت اللي بنحب نطمن لنطمن على لبنان. عملت كتير فرق، عملت كتير فرق، لأنه صالحت جيل كتير كبير من الشباب اللي هو مخاصم السياسة. بالضبط، مخاصم السياسة، صار عنده اهتمام اكثر يعرف، وصار عنده اهتمام اكثر يعرف المرشحين ويسمع عنهم. في كثير احنا لانه عملنا احصاءات قبل واحصاءات بعد، يعني عملنا دراسات وشفتوا الفرق اللي صار. شفنا اللي كان مش مقرر يصوت اصلا صار صوت بعد ما شاف المناظره، وفي اللي غير رايه، وفي اللي كان عنده تردد من لمين يصوت فحسم امره في المناظره. عم تعمل فرق كثير كبير لانه سمعوا، يعني لانه سمعوا بعض وعطيتوا الفرصه لحتى يكونوا عن جد قاعدين بهيدا المكان اللي كله حوار وعم ياخذوا ويعطوا مع بعض. خلينا نشوف هيدا الفيديو نحن والمشاهدين ست فدوى لحتى نتعرف اكثر على مبادره مناظره. The Munadhara initiative promotes vibrant and inclusive public conversations across the Arab world. It empowers youth, women, and marginalized communities through workshops, online competitions, and televised debates, enabling citizens to actively shape policy conversations about the future of their countries, while holding those in power accountable. Since 2012, Al Munadhara, the initiative's regional television show, has established itself as the most influential civil society-run independent political talk program on Arabic television, broadcasting 26 live debates from Casablanca to Sana'a. In the debates, winners from online competitions share equal speaking time with well-known policymakers. And at the end of every season, a large event, DDX, brings together Al Munadhara winners, artistically talented youth, and prominent cultural personalities from across the region. Throughout this time, Munadhara pursued a unique philosophy to syndicate all of its programs live, simultaneously. Well, you know, across the Arab world, and in fact across the world more generally, people are increasingly consuming media in their echo chambers, which is really harmful for our democracy. So it's always been part of our philosophy to broadcast simultaneously on multiple channels to kind of pierce through those bubbles and create shared moments of reality for all citizens. But before youth make it to the live show, they go through an online debate competition called Musabaqat Munadhara. The competitions radically bring down the barriers for youth to engage in public debate. The Musabaqat Munadhara process has been hailed as a disruptive technology for which the initiative was recognized with the prestigious NDI Democracy Award. And to go beyond tech-savvy layers of Arab society, Munadhara operates a 15-country community outreach program, providing participants with the debate skills and understanding of argumentation necessary to engage in public debate. More than 13,000 youth were trained by the initiative to date. Munadhara broke new ground in 2019 with Tunisia Decides, the region's first series of free and fair parliamentary and presidential debates, hailed internationally as a resounding success. For the first time in Tunisia's history, every single television and radio station broadcast the same signal, creating a unique sense of shared reality among voters. Bringing back the Tunisian president to defend his record on television after 100 days, Munadhara broke new ground internationally and set a new standard for democratic accountability. So it's kind of a logical continuation of our work with Al Munadhara, which has been running for 8 years. And you know, we've always thought about how can we create a national debate show that's only for the citizens of a certain country, and Tunisia was just the logical place to start. So that's the idea behind ZAMA, creating a national forum only for Tunisians. ZAMA,
The program has been a major success on the Tunisian national stage. It is broadcast by 5 of the country's 12 television stations in addition to 15 radio stations. In 2021, with Zama Town Hall, Munadhara introduced a new format for major national policy conversations. Munadhara also introduced a new format targeting younger adults. Gilles Leger is a web-only informal conversation that airs ahead of live debates, featuring well-known YouTubers and other influencers. Gilles Leger tackles similar topics, but is firmly grounded in Gen Z culture and language. Online viewership of Gilles Leger has exceeded all expectations. Munadhara is proud of these achievements, but it's especially proud of the countless youth it has empowered over the years. They are what makes Munadhara pursue its mission, to foster a vibrant and inclusive public sphere in the Arab world. يعني بهيدا الفيديو تعرفنا على هالمبادرة الحلوة مناظرة، يعني شفنا هيك مثل بأربع دقايق إذا فينا نقول هاللمحة الكتير كبيرة. ولينجح هيك برنامج، وخاصة عم بحكي هلأ بلبنان في خلية نحل عم تشتغل ست فدوى، وبعدين في شباب وصبايا من كافة المناطق اللبنانية رح يكون لهم حضور. يعني السؤال الأكبر أكيد بعد شوي رح يجي إنه كيف اخترتوا هالشباب والصبايا من كل المناطق، ولكن حلو نخبر المشاهد اليوم إنه العمل لبناني بحت، يعني حتى كل الأشخاص اللي عم يشتغلوا والعاملين والفريق الكبير تحرير إلى آخره، من حتى مقدم برامج لأمور كثيرة لبناني. صح، فكنتوا حريصين على هالموضوع لأنه رح تشتغلوا للبنان. هذا كثير مهم، إنه إحنا صحيح عم نشتغل عربيا وإقليميا، لكن عنا برامج محلية وبرامج وطنية. أول برنامج وطني عملناه بتونس، هلا تاني برنامج وطني عم نعمله بلبنان. لما بيكون برنامج وطني فكل فريق العمل لازم يكون محلي، ما لازم يكون عربي. لما بنشتغل برامج عربية فبيكون عندك فريق العمل من كل البلدان العربية عشان نجمع هاي الآراء العربية. فريق لبناني، فريق التحرير لبناني 100%، فالبروديوسر هو سولوف غالي. عندي فريق تحرير طويل عريض معه، يعني من كل الميلات، كلهم خبرات صحفية، كلهم خبرات إعلامية. المذيع طبعا الحلقة لبناني، زافين غني عن التعريف في لبنان، وعمل حلقات قبل وعمل نقاشات حلقات، يعني اللي هي كانت بتاخذ النقاش اللبناني الى مستوى معين، بيسمع الشباب والصبايا. يعني وطبعا في لبنان عندك هاي الاتموسفير الحلوه تبع المؤسسات الاعلاميه، انه عندك سقف حريه كويس، عندك سقف حريه ممتاز في لبنان لتعرفي تناقشي مواضيع بالطريقه اللي بدك اياها. فالفريق احترافي، فهم اللي بيشتغلوا على الحلقات اللي هي تبت اول حلقه يوم 22 تشرين الثاني، وثاني حلقه حتكون يوم 13 ديسمبر معنا، وهم اللي بيختاروا المواضيع. او هني احنا كتقنيين او عندنا خبره في المناظره عم نعطي فورما، عم نعطي نموذج. انتوا عم تمشوا بالبرنامج العام، يعني بالفورم اللي على كل عم نعطي التكنيك، تكنيك بس عم نعطي التكنيك كيف تختار الموضوع، عم نعطي التكنيك كيف تعالج الموضوع، عم نعطي التكنيك كيف كيف نختار الشباب. ححكي لك عن الشباب كيف عم نشتغل عليهم، وعم نعطي التكنيك كيف تختار الضيوف اللي جاوبوك على الاسئله اللي طرحهم في الموضوع تبعك. لكن احنا ما بنتدخل في شو هو الموضوع، شو تفاصيله، شو الحوار كيف ماشي. الفريق بالتكنيك عم يمشي، والتكنيك بيخليك تكوني موضوعي اكثر ما بيكون، عشان ما ياخذك العاطفه تبعك لاي ميلي. فانت بتضلك اوبجكتيف في كل الحلقه تبعيتك، لان انت عم تبع تكنيك معين. هي من الاسباب تكون موضوعي، يعني بهيك كونسبت. يعني بس يعني انت في نقول يعطيكم الف عافيه. شكرا. عملتوا البيئه الحاضنه هلا، والاتكال على اول حلقه نهار الاثنين على الساعه 9:30، لكن على اكثر من محطه لبنانيه. الحلو انه بنفس الوقت كل المحطات اللبنانية اللي ذكرناهم قبل شوي ست فدوى رح تكون عم يعرضوا هيدي الحلقة. قديش كنتوا حريصين وكان في هدف من وراء انه اليوم الام بي ان او تي في، ما بدي انسى حدا لما حدا يزعل، الجديد التلفزيون لبنان وغيرها، رح يكون لبنان. صوت لبنان طبعا، وما بدي انسى حدا، ذكر صوت الشعب، صوت الشعب. يعني تحية لهم جميعا اليوم، انه رح تكونوا
عم تفوتوا على بيوت كل الناس لكل هالأشخاص، يعني كل حدا له جمهوره وله فريقه، فليه اخترتوا هيدي الفكرة؟ هاي أول إحنا في المبادرة مناظرة عندنا فلسفة البث الموحد. نعم. فلسفة البث الموحد كتير مهمة. ليش؟ أول شيء بتعطيك أكبر شريحة من الجمهور ليوصلوا نفس طريقة التفكير، لأن شو عم نطرح في النقاش تبعنا؟ بنطرح الرأي والرأي الآخر. نعم. والنقاش الموضوعي. فبتوصل له طريقة النقاش الموضوعي. أول شيء. ثاني شيء، إحنا بنعرف الانقسامات الإعلامية اللي موجودة في كل العالم والعالم العربي وفي لبنان نفس الشيء، فإحنا معروفة المؤسسات الإعلامية كلها منقسمة، ما عندك نفس الخطاب. نعم. فانت عندك مشاهد معين بيتابع مؤسسه معينه فشو بيكون عنده خطاب واحد بيوصل من هالمؤسسه. لما انت بتعمل بث موحد، برنامج حواري على مجموعه مؤسسات مهما اختلفت مع بعض، بتبت نفس الخطاب بطريقه موضوعيه، انت بتخترق هالقوقعه عند المشاهد اللي هو عم يسمع خطاب واحد. هاي اول وحده. ثاني وحده، بتخلي المشاهد بيعيش نفس اللحظه مع بعضه، بيحس نفس الاحساس، بيحس نفس الاحساس. حلو. شو ما تابعت قناه، انا لما بغير بلاقي نفس البرنامج اللي هو دائما بيتابع القناه الاخرى بيعيش نفس الشيء وبيوصلوا نفس الخطاب اللي انا بيوصلني. وبهي الطريقه انت بتوحدي وجهات النظر، 100% مش فقط عشان ما تضل متفرغ، بتوحدي وجهات النظر وبتعطي خطاب جديد وطريقه حواريه جديده، فالمشاهد كانك بتساعديه لانه يشوف شيء جديد ما انعمل قبل، وبصير في تغيير. يعني انتم مأمنين ان شاء الله بعد يعني هالحلقتين رح تكونوا وصلتوا الافكار، رح تكونوا طرحتوا المواضيع العالقه، يعني المواضيع اللي عم نعيشها يوميا بحياتنا. اول حلقه عنوانها المعاش معاش، يعني بلشتوها دغري من رحم المشكله، يعني من الموضوع بحد ذاته المؤلم اللي عم بيعيشه الشعب اللبناني. هي اهم شغله في اختيار العنوان الحلقه عندنا انه هي تكون لها علاقه بالشان العام. نعم. وتكون فعلا لها علاقه بالشان العام. صح. فهي اكثر شيء اقترحوه الشباب تبع هيئه التحرير، قالوا اكثر شيء له علاقه بالشان العام هو الحاله المعيشيه حاليا. بالزبط. يعني اللي هي عم تنطرح في كل التلفزيونات وفي كل القنوات وفي كل الوسائل الاعلاميه، تنطرح يوميا وتتناقش يوميا بكل بيوت اليوم. عم تنطرح، هلا عم نطرحها من زاويه جديده. نعم. مش فقط عم نحكي عن الحاله بس، في نهايه الحلقه راح يكون عندنا نقاش كثير مهم بين الشباب والمسؤولين عن طرح حلول. حلو. وعن طرح كيف فينا نكفي لقدام. حلو. هذا هو اهم شيء بالحلقه. طبعا المعاش معاش انا عجبتني كثير، بس انتم ما شاء الله اللبنانيه شاطرين كثير بالميديا وشاكرين، فالشباب طلعوا بهي العنوان الحلقه كثير كاتشي وكثير حلو. حلو، يعني هذا اكبر دليل قديش فريق العمل اللبناني بحت. لا. لانه اخذ الموضوع اللي عم بيعيشه وحب يفوت على بيوت الناس باول حلقه بوجعهم يعني، وان شاء الله كثير حلو. اليوم بدي ارجع ادعي المشاهدين نهار الاثنين الساعه 9:30 يكونوا كتار ويختاروا اي محطه بحبوها والاقرب لقلبهم يحضروا. نحن الفكرة أنه نفوت على بيوت كل الناس. كتير حلو أنه ذكرتي بآخر البرنامج رح يكون في حلول، هيدا الشيء اللي نحن دايما نطلبه. يعني أمرار تحضري برنامج بيكون الضيوف بجننوا والأشخاص أصحاب الاختصاص عم يحكوا شيء كتير حلو، الشعب عم يحكي بمكان ما، خلصت الحلقة، أنت كمواطن متلقي بقلب البيت ما فهمتي، يعني مش ما فهمتي شيء بس ما استفدتي. فاليوم قديه الحلول رح تكون عم تتاخد بعين الاعتبار؟ هذا هو الفورمات اللي عم بحكي عنه، انه احنا مش عم نناقش بس لنناقش وخلاص. نعم. بدنا نناقش ونطلع باقتراحات. حلو. ومش الاقتراحات من عندنا احنا بس، الاقتراحات من اللي موجودين ساعتها بالبلاتو بالست، وهم عارفين انه هم جايين هالحلقه يتناقشوا مع الشباب، والشباب كمان محضرين. بعدين بحكي لك على الشباب. نعم. كيف التدريب تبعهم وكيف تم اختيارهم. بالضبط. انه الشباب كمان عارفين انه هم، وفي عندك شباب من هلا عندهم حلول في بالهم وبدهم يقترحوها. حلو. على الحلقه. حلو. وهذا الشيء بيحمسك اكثر. عمرهم 19 و20 سنة وعندهم اقتراحات كتير حلوة. فالحلو انه احنا بنطرح الحلول، واكيد هالحلول حيسمعها كل الشعب. طبعا. اللبناني، وحيسمعوها الاعلاميين اللبنانيين، فالمتابعه ساعتها بتيجي دور ثاني تبع الناس اللي عم تتابع في المؤسسات الاعلاميه، انه الحلقه عملت طلعت بنتيجه، خلينا نشوف هالنتيجه وين حنكفي، خلينا نشوف بدنا نحط هالحلول. صح. يعني لحتى نكمل، كثير حلو الاستمراريه، يعني مش انه نوصل للحل وما نعمل اي تحرك، فكثير بطمن هيدا الموضوع. لانك ذكرتي موضوع الشباب،
يمكن هذا السؤال عن جد يطرح. المناطق اللبنانية قديس لكم عم تشتغلوا لقدرتوا تنقوا هالشباب والصبايا اللي قلتي كلمة كتير جوهرية قبل شوي انه بمكان ما مهمشين، يعني مش لا عم نسمع رأيهم ولا حتى بالبال انه ممكن اسأل هالشخص. احنا دائما بنعتبر الجيل اللي قبل، مثلا انا دائما حاعتبر اللي جاي بعدي مني مش فاهمين شيء، لانه يعني انا بالنسبه لي انا اللي بفهم. هو هذا الجيل الكبير دائما بيعتبر الجيل الصغير ما بفهم، مع انه الجيل الصغير مرات امرار كثير بيكون اذكى، لانه هو بشوفها بمنظار اخر. لا، وهو الدنيا عم تتطور، فهو كبر في وسائل اوعى من الوسائل اللي كبرت فيها انا. فهذا هو، احنا بالنسبه للجيل الشباب اخترناهم من مناطق مختلفه من لبنان، لكن اخترناهم بكل موضوع. احنا عملنا اكثر من مسابقه، اول شيء التدريب تعاوننا مع لبنان ديبيت سوسايتي، هن مختصين بتدريب المناظرات واحنا كمان مختصين بتدريب المناظرات، فعملنا التعاون وعملنا تدريب سوا، عملنا اعلان، جمعنا فتحنا باب الترشح للشباب اللي بدهم يشاركوا معنا في المناظره. احنا من شهر 4 واحنا عم نشتغل على المشروع. فعملنا كمان سكرينين اكزام، يعني عملنا مقابله مع كل الشباب، اكثر من 100 شخص قدم، والشباب في كل مناطق لبنان. انا مش عارفه اسماء المناطق كلها لانه مش حافظه لبنان كله، بس غطيتوا اكبر عدد ممكن. غطينا من كل ما بيخطر لك في بالك، من المتن، من بعلبك، من صيدا، من من تحت، من صور، من يعني كل مناطق لبنان، اللي بجبال اللي بتحت كله، ولفينا على كل المناطق. لا عملنا سكرينينج من 100 شخص، يعني تصفوا ضلوا 40. حلو. من ال40 تعمل لهم تدريب مكثف لمدة 5 أيام على فن الخطابة، على فن التناظر، على كيف تبني الخطاب تبعك، كيف تبني الحجة تبعك، كيف تناقش بدون خطاب كراهية. حلو. كل هالتفاصيل، وسائل والأدوات تبع التناظر والخطاب والحوار اللي هو موضوعي، أخذوا 5 أيام تدريب. حلو. من هال40 بعد ال5 أيام تدريب مسابقة جديدة تانية، نطلب منهم يسجلوا فيديوهات مدتها 99 ثانية يحكوا فيها رأيهم عن الموضوع المعاش. ومن خلال ال40 صفينا 10 فقط. هي عندنا لجنة تحكيم كانت هي موجودة، اللي صفت 10 شباب اللي حيشاركوا معنا بالحلقة الأولى. وابتداء من بكرة عندهم 3 أيام تدريب مكثف مرة ثانية ليكونوا جاهزين للحلقة اللايف، لأنه بدهم هلا ميديا ترينينج، بدهم تدريب على الكاميرا، تدريب كيف يحكي، كيف يتناقش، كيف يوقف قدام الكاميرا، عنده تدريب من نوع آخر. فأنت بالنهاية عم تدربهم خلال 5 أيام، 8 أيام و5 أيام تدريب، ومروا على تصفيات ليوصلك لهذا. وعم بعرف يعني عندي شباب، بس هلا مش حافظه كل المناطق، بس عندي من المتن، عندي من بيروت، عندي من كل عندي المناطق. من بعلبك عندي. على كل حال رح اترك للمشاهد اليوم نهار التنين على 9 ورح يشوفوا ورح نعرفهم كل واحد من وين جاي بالضبط، واعمارهم وشو عم يدرسوا ولا عم يشتغلوا. كل هالتفاصيل حتكون بالحلقه كمان، كل واحد من وين جاي. وشو حلو انه ب 99 ثانيه قدروا انه يوصلوا هيدي الفكره، وقد ايه نحن بحاجه للكلام القليل ولكن الفعل كثير كبير. يعني هيدا هو اللي بنحبه دايما، توصل الفكره بطريقه كثير واضحه. 99 ثانيه كثير مهمه، لانه هي هاي مثل ما بقولوا السيجنتشر تبع مناظره. حتى في الحلقه حيكون عندهم 99 ثانيه ليحكوا وخلاص، يعني خلصت ايه بالكرونو كل شيء، لما تخلص خلاص فكرتك وصلت. حتى الضيوف عندهم نفس الشيء، وقت محدد. صح. ما في مفتوح لهم الهوا لا يحكوا ابدا. هيدا المهم. قطع من شوي نحن وعم نحكي عن الشباب والصبايا، قطع المؤتمر الصحفي اللي صار الاسبوع اللي من يومين تقريبا، وقديش كان الحضور جميل جدا من كافه وسائل الاعلام والاشخاص اللي كانوا محمسين لمبادره مناظره. بشكل هيك سريع خبرينا كيف كان الاقبال وكيف كانت الاصداء ما بعدها. بصراحه انا الاصداء ما توقعت انها تكون حلوه بهذا الشكل، لكن هي مثل ما عم نقولوا احنا عشنا حدث كثير مهم وكثير حلو بلبنان، وانا كثير مبسوطه اني اكون يعني عنصر في هذا الحدث، انه شاهدت هذا الحدث. هو الحدث لبناني بصراحه، لو ما كان الايمان تبع المؤسسات الاعلاميه بهذا المشروع ما كان ممكن يكون. هو كان مبادره لبنانيه لصحافه الشان العام، تم اطلاقها من يومين في مؤتمر صحفي، وكنا عم نحكي على كيف اتحدوا هاي المؤسسات الاعلاميه ليبتوا هاي الحلقه لبنان تاون هول، وراح يبتوا سلسله حلقات للبنان تاون هول كلهم مع بعض. وطبعا المؤسسات اللي ما انضمت لنا اكيد لساته الباب مفتوح لينضمونا، لانه بالنهايه كل مؤسسه بيكون عندها بروجرام
بروجرام معين، بس اكيد احنا عم نشتغل ينضموا لنا ويكونوا معنا في البرامج المستقبليه، وهذا الشيء كان كثير مهم. صح. المؤسسات كلها كانت مرحبه بالفكره 100%. والمؤسسات كلها اعطت كلماتها، وكلماتها كانت كثير كثير عم تعطي امل انه هذا الحوار الوطني او الحوار الشعبي راح يكون كثير مهم. تمام، ونحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق. يعني تجي لإلي الوقت بحب احكي ساعات، لانه كل شيء بخص بلدنا وكل شيء بخص هالشباب والصبايا اللي صدقا بهيدا الوقت تعبوا، واللي صدقا بهيدا الوقت صرنا حاجة للتغيير وللأشياء الحلوة والإيجابية وللحلول، بدنا حلول. فمتكلين عليكم اليوم كفريق عمل جميل جدا، إن كان من كل العالم العربي اللي حاضرين قلبا وقالبا مع بلدنا، واللبنانية اللي عم يشتغلوا كمان نتمنى لهم كل التوفيق بالنجاح الدائم. لكن بدي أرجع منك هيك تقولي لكل المشاهدين التانين عند الساعة 9:30. شكرا كثير. هذا النجاح ما رح يكون غير بينا كلياتنا، واكيد ما كنا رح ننجح لو ما كان هالمؤسسات الاعلاميه كلها مشاركه معنا في هذا المشروع ومؤمنه به. شكرا لكل المؤسسات اللي امنت فيه، واكيد هذا النجاح ما رح يكون غير باللبنانيه نفسهم. رح ننتظركم يوم الاثنين على الساعه 9:30 المساء 22 تشرين الثاني لتشوفوا اول حلقه من لبنان تاون هول. والحلو انه عبر كل الشاشات اللبنانيه، وان شاء الله مثل ما حضرتك ذكرتي كل الشاشات اللبنانيه اللي ما ينضموا بالحلقات أكيد. اللي جايه. شكرا لك. شكرا لسيادتك مدام فدوى الزيدي، الرئيسه التنفيذيه للعمليات في مبادره مناظره، وتحيه لكل الشباب والصبايا القيمين على هالمبادره والعاملين من القلب، لان مشهد شفناه بالمؤتمر عن جد على قلبكم لانجاح هيدا المبادره المناظره، فتحيه لكم وشكرا جدا. شكرا كثير لك معنا. مشاهدينا لهون نكون وصلنا لختام هيدي الحلقة من جديد، شكرا على حسن المتابعة، موعدنا بتجدد معكم بكرة بنفس الموعد، فكونوا كتار، إلى اللقاء.